كتير، وهو كمان في الشوط الاول جاب جون في الدقيقه 16 وجاب جون في الدقيقه 27، يعني في 11 دقيقه جاب جولين، فيقدر. لكن ممكن تبقى الامور صعبه، ملناش علاقه بالترجي، ملناش علاقه باول اغسطس، خلينا في حالنا وخلينا في طريقنا. لكن انا بقول لكم الاحوال والاجواء اول باول في المواجهات الافريقيه، وهي البطوله الاكبر طبعا والاقوى والاقدر بالتاكيد في قاره افريقيا. فان شاء الرحمن باذن الله يبقى مواجهه بالنادي الاهلي، بخبرات لعيبه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، يقدروا يتعاملوا مع اللقاء بشكل كويس قوي، يقدروا يتعاملوا مع الانفعالات او العصبيه او الحماس الزائد المتوقع على النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي من لاعبي وفاق الصيف، او حتى الامور اللي خاصه بالمدرجات من حماس او شماريخ او اصوات او يعني تشجيع بشكل كبير جدا. ده حقهم، دي الكوره كده، مفيش اي حاجه يعني. لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن ما يخرجش الامر بره الاطار، وما يخرجش الامر كونه مباراه كره قدم هنا او هنا ان شاء الله، وان شاء الله الرحمن الاهلي باذن الله يحسم اللقاء لصالح ان شاء الله الرحمن باذن الله. كل دعوات الاهلاويه وكل دعوات المصريين مع النادي الاهلي. خلينا ناخد جرافيك كده سريع على المباراه، وعايز اقول لكم في الاخر كده برضو شويه مقارنات هنقولها مع ضيوفنا من خلال بعض اللعيبه وبعض المراكز. لكن الاهلي بيواجه وفاق الصيف، طبعا اللقاء الاول كان انتهى 2-0 النادي الاهلي، كانت المباراه يوم 2 اكتوبر على استاد السلام لو تتذكروا، 2-0. اللقاء الثاني اللي بيجمع الاهلي في نفس التوقيت مع وفاء الصيف هو مواجهه ما بين الترجي واول اغسطس، النتيجه 2-2 زي ما ذكرت لحضراتكم، احنا في الدقيقه 68 من عمر اللقاء هناك. دي مباراه الاياب، وفاء الصيف مع الاهلي والترجي مع اول اغسطس. ان شاء الله الرحمن اللي جاي هقول لكم بقى مشوار البطوله الافريقيه اللي جايه من حيث القيد والنظام وكل حاجه، بس في حلقات قادمه باذن الله. مشوار الاهلي في الادوار التمهيديه حتى وصوله للدور قبل النهائي بداوا يوم 6 مارس بالفوز على منانا الجابوني 4-0، ثم الفوز على منانا الجابوني ايابا ب 3-1، وبعد كده دخل في دوري المجموعات اللي هو دور ال 16 حديثا، واجه الترجي التونسي على استاد برج العرب 0-0، وواجه كامبالا سيتي وخسر 2-0 يوم 15 مايو، و17 يوليو كانت مواجهه الاهلي مع تاونشيب اللي بدا بيها الاهلي يرجع تاني لمساره الطبيعي وكسب 3-0، ولقاء العوده كان في تاونشيب برضو في بتسوانا وكسب الاهلي 1-0 بهدف لسليف كولوبالي لو تتذكروا، ثم هدف وليد ازارو في الترجي التونسي يوم 17 اغسطس اللي ادى افضليه للاهلي ان هو يتصدر المجموعه، وبعد كده كان في لقاء مهم جدا مع الاهلي المصري مع كامبالا سيتي على استاد برج العرب برضو، والنتيجه 4-3 لصالح الاهلي. في الدور ربع النهائي اللي هو دور الثمانية كان حريه الغيني بيواجه الاهلي يوم 14 سبتمبر والتعادل السلبي 0-0، ثم الاهلي مع حريه الغيني مره ثانيه على استاد السلام في 22 سبتمبر والنتيجه 4-0 لصالح النادي الاهلي في واحده من احلى لقاءات الاهلي في المشوار الافريقي. وبعد كده وقع الاهلي مع وفاء الصيف يوم 2 اكتوبر اسف الجاري، والاهلي كسب 2-0 لو تتذكروا حضراتكم، وده لقاء العوده باذن الله تعالى. مباراه وفاء الصيف اولمبيك ريال ده كانت من جمهوريه افريقيا الوسطى، وقدر وفاء الصيف انه يكسب 6-1 في الادوار التمهيديه، ولعب دور قبلينا وبعد كده تعادلوا 0-0 في مباراه العوده. ادوالا ستارز ده بطل غانا كسب وفاق الصيف في غانا 1-0، وبعد كده وفاء الصيف كسب ادوالا ستارز بطل غانا 4-0 في الجزائر في مواجهه كانت 18 مارس 2018، وبعد كده وقع في مجموعه بتضم مازيمبي ومولديه الجزائر من بلده والدفاع الحسني الجديدي، كانت مواجهات صعبه بالتاكيد. مازيمبي كسب وفاق الصيف في الكونغو 4-1، وبعد كده وفاق الصيف خسر من مولديه الجزائر 1-0، كانت بدايه مشواره صعبه كتير في دوري المجموعات، لكن قدر وفاق الصيف انه يرجع ويكسب الدفاع الحسني الجديدي 1-0 او 2-1 اسف، وبعد كده يتعادل معاه في المغرب 1-1، وبعد كده وفاء الصيف بيتعادل مع مازيمبي في الجزائر 1-1، ومولدية الجزائر بيخسر من وفاء الصيف 1-2، ودي المباراة اللي ادت أفضلية لوفاء الصيف إن هو يصعد عشان يقابل الوداد المغربي في الدور الثمانية يوم 14 سبتمبر في الجزائر على استاد 8 مايو نفس الاستاد اللي هيتلعب على اللقاء النهاردة، ويكسب 1-0، وبعد كده يتعادل مع الوداد في المغرب 0-0. موقف الاهلي في جدول المجموعه الاولى كان الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل 1 وخسر 1، كان له 9 اهداف وعليه 5 اهداف، الفارق 4 ونقاطه 13. وفاء الصيف لعب 6، فاز 2، تعادل 2، خسر 2، له
7 وعليه 9 ماينس 2 ونقاطه كانت 8 نقاط. الهدافين هنا وهنا وليد أزارو للأهلي بست أهداف والحبيب بكلمونة 3 أهداف من وفاء الصيف. زي ما قلت لحضراتكم هي أرقام ما بين الأهلي والمواجهات الإفريقية وتحديدا يعني الأندية أندية الجزائر 5 مواجهات جمعت ما بين الأهلي وأبطال الجزائر. أندية الجزائر كان اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشباب بولسداد وشبيبة القبائل ووفاء الصيف. الأهلي ليه في شباك الأندية الجزائرية 21 هدف وعليه من الأندية الجزائرية 14 هدف، يعني له 21 وعليه 14. فاز في 9 لقاءات على الأندية الجزائرية وتعادل في 5 وخسر في 4 لقاءات، لان هما 18 لقاء جمع الاهلي ما بين الانديه الجزائريه. الاهلي ان شاء الرحمن في مواجهه جزائريه باذن الله تحت صفاره او بقياده الحكم اللي قدامكم على الشاشه ده، الحكم اللي ادار للاهلي 3 مباريات خلال تاريخه، ومواليد 82 زي ما قلت لكم، هو يعني صغير الحجم لكن في النهايه قراراته وشخصيته كبيره جدا، انا اعرفه كويس طبعا بالتاكيد، هو راجل كفء جدا، يا رب يكون موفق النهارده ان شاء الرحمن، ما يتاثرش بعامل الجمهور ابدا. حكم للاهلي 3 لقاءات، بدأها بالقطن الكاميروني لو تتذكروا اللي فاز فيه الأهلي بهدفين للا شيء، كان أحرزهم مؤمن زكريا وأجايه هناك في الكاميرون، وبعد كده حكم للأهلي واحدة من أشهر لقاءات الأهلي عبر تاريخه الإفريقي، كانت مواجهة النجم الساحلي السنة اللي فاتت، يعني تحديدا من سنة من دلوقتي، كانت يوم 22 أكتوبر 2017، وقدر الأهلي يتفوق على النجم الساحلي بسداسية لو تتذكروا بهاتريك كان لوليد أزارو، ورامي ربيعة كان جاب هدف، وكان كمان علي معلول كان أحرز هدف، ووليد سليمان كان أحرز هدف. اللقاء اللي خسره الأهلي مع تحت قيادة جوميز كان لقاء كامبالا سيتي اللي خسره الأهلي 2-0. على المستوى الدولي كمان كمنتخبات، حكم الجوميز لمنتخب مصر لقاء مع أوغندا اللي قدرت مصر تكسب بهدف لمحمد صلاح في مرمى أوغندا. وش حلو ان شاء الرحمن علينا، وان شاء الرحمن باذن الله نصعد للدور النهائي باذن الله في مواجهه ايا كان الترجي او اول اغسطس، اللي اول اغسطس لحد دلوقتي محقق مفاجاه كبيره جدا جدا، مش في المباراه دي بس، ده حتى كمان لما خرج مازيمبي من اللقاء بعد تعادله الايجابي مع مازيمبي 1-1 هناك، وكانت عادل في انجولا 0-0. خلينا في مشوارنا وطريقنا، لكن هنقول لكم الاحداث والاخبار اول باول ان شاء الرحمن. هنطلع فاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا بقى كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني، هنتكلم في التفاصيل، هنتكلم في الاحداث، هنتكلم في كل صغيره وكبيره، هنتكلم مين اللي له افضليه، ازاي يواجه الاهلي وفاء الصيف، ازاي يواجه الاهلي الضغط الجماهيري اللي موجود في المدرجات، ازاي يتعامل الاهلي مع اللقاء، خبرات الاهلي في اللقاء. لكن اذكركم بالتشكيل قبل ما اسيبكم، 3-2 للترجي دلوقتي، يعني الترجي في فاضل ربع ساعة ممكن زي ما قلت لكم الكرة فيها كلام كتير جدا، فاضل 17 دقيقة و 3-2 للترجي، جول واحد يصعد بالترجي للمباراة النهائية. لكن أيا كان الوضع خلينا في مباراتنا إن شاء الرحمن، يطلع لنا أول أغسطس يطلع لنا الترجي ملناش علاقة يعني. لكن أذكركم بتشكيلة النادي الأهلي اللي هيخوض بها اللقاء النهاردة بإذن الله، مكونة من محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير سليف كلوبالي وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وليد سليمان وأحمد حمودي ووليد أزارو. تقرير ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش وكابتن أسامة حسني.